القهوة جاهزة. أنتوني أهلا وسهلا فيك. Good morning. إجانا. ما بعرف ليش هلا عم أفكر إنه بهالسفرة بعد ما أكلت حمص بهالسفرة بعد ما أكلت لبناني أصيل. بتاكلوا باستا بتسافركم على إيطاليا، بتاكلوا برجر بتسافركم على أمريكا، بس إنه في كمان مريت واحد بيرجع بيعوز يرجع يسافر على لبنان وتوريكو نكت. فرجعت على محل كتير مشهور، على براند كتير مشهورة، إن كان عبد الوهاب إن كان كرم والجماعة بيعرفوا حالهم شو عم بيعملوا. One of the best definitely in the top 3 Lebanese restaurants بالمنطقة. فخلينا نبلش أول شيء نتعرف على الجروب، نشرب قهوة بعد نشرب قهوة اليوم الصبح ونفوت على المطبخ وفرجيكم هذا الكونسبت يلي كتير 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 حلو. إلي معي. هلو 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 للوس، كيفك اليوم؟ الحمد لله. خبرني شوي نحن وين، خبرنا عن هذا الكونسبت. هلا اليوم منا بسوق السمك، نحن اليوم بكرم بيروت ستريت كيتشن. كرم بيروت يلي هو مؤسس من 1960 ومبلش بلبنان والمعروف هالليبانيز اوثنتيك فود. حبينا اكثر من انه عندنا اكثر من لوكيشن يلي كان من اول المطاعم اللبنانيه بالمول اوف اميريتس كمطعم لبناني، حبينا هيدي المره نعمل شيء بمردف يكون اكثر قريب للعالم، يكون ستريت كيتشن يلي بتلاقي عنده المنقوش الكعكة العصرونية. بنلاقي عنا كمان اللحم الني المشهور فيها كرم بيروت، لحمته الني يكون عنده الحمص العتيق، بس كمان يكون عنا حمص بالحبق، عنا حمص بالقرنبيط، حمص ببيتروت، كمان يكون كل شيء موجود بهذا الكونسبت. هلا بنشوفه وهلا بندوق الاكل سوا. تشيرز. تشيرز. خبرني كرم عبد الوهاب حبيب بيروت، هو الثلاثه اللبنانيه، حكواتي كمان، حكواتي قهوه لبنانيه موجوده بمردف كمان وموجوده بالدي اي بي. كرم بيروت بلش بال 2006، كان اول مطعم لبناني موجود بالاميريتس مول مع الكول وجلسكي كمان، وكان مشهور كثير باللحم النيه تبعه، وبعده مشهور كثير كرم بيروت باللحم النيه. وقهوه طيبه، وقهوه لبنانيه طيبه كثير. بتبصر لي؟ اه والله. بفوت على المطبخ ونفرجيك كل شيء. يلا اول شيء صعب تسمعوا كرم بيروت ستريت كيتشن، بتفكروا حالكم فايتين تشوفوا كيوسك صغير مهضوم، اندان تكتشفوا الديكور اللي وراي، طلعوا شيء خوي جنون. محل فيري اب سكيل بس هو فاست كاجوال، بتحسوا حالكم قاعدين ب ما بعرف بمحل هيدا الريستوران اللبناني القديم بالضيعه، محل ما الويتر بيكون لابس الكرافات ويلي هو، بس هو لا هو كتير قريب على القلب، لذيذ كتير. عندهم تراس برا قد بيت 10 مرات، سموكينج اند نون سموكينج، وراح تفوتوا تشوفوا هلا قديش الديتاي حلو. من هول الشجرات اللي وراي للكرسي لكل شغل البلوت نعمل جولة قبل نفوت على المطبخ. الشيف ناطرني تنعمل طبخة غير شكل. حبينا نعمل الكاميرات، نعمل ديسبلاي. أول ما حدا يفوت على طول بتلاقي الديسبلاي الحلو الأجنبي، بتلاقي تشيز كيك، بتلاقي الحلو كل شيء لبناني. حبينا نركز أكثر ونعمل الديسبلاي الحلو العربي، يعني في عنا تيراميسو اللبناني أم جورج، تيراميسو أم جورج. حبينا نعمل تشيز كيك اللبناني، حبينا نعمل مفروكة بالقشطة بس بطريقة جديدة، حبينا نطور حلاوة الجبن يلي انت كنت عم تحكي عنها، يعني صار في حلاوة الجبن 2.0، حبينا نعمل حلاوة الجبن التراديشنال كمان نطورها. كمان عندنا بضاعة لبنانية يلي هي نحن بنستعملها، ان كان كبيس ننزل بنقيهم من لبنان بنبيعهم هون، بنجيب البضاعة اللبنانية الأصيلة كمان موجودة، الطربوش أما الدبكة أما الإنيكا، كل هذه البضاعة الموجودة. التحلية اللبنانية حتى شفتوا البسكوي الراحة the old traditional way. قديش اخذ شغل، يعني طلعوا هول، طلعوا الترتيب، طلعوا الطاولات، كرسي القش تبع الضيعة القديمة بس معمولة 2.0. عنا هون ديسبلاي بالبار تبعنا، حبينا نعمل الديسبلاي البار القديم يلي هو موجود كل الفواكه، بنقدر موجود كل ليست الكوكتيلات اللي عنا اياها، كنا ناكلها بلبنان ان كان بالعنتبلي اما كنا ناكلها بهالمحلات اللي بتذكرنا بلبنان. حبينا هون نخلي زيت شيء ونعمل بارت بالمنيو بس للكوكتيلات ولكل هون. اشف سلامة قلبك. هيدي السكشن الفرن يلي موجوده بكل مطعم لبناني عنا اياها، وهلا بنشوف عم نحضر شوي الكعكه يلي بعد شوي بدنا ندوق الكنافه يلي مشهورين فيها بكرم بيروت، ورح نعملها بالكعكه العصرونيه تبعنا، وبنعمل كعكتنا نحن وكمان زيت الشيء بنعمل الكنافه تبعنا. مرحبا مرحبا، جود مورنينج. شو رح نعمل؟ نعمل اليوم قرنبيط بالسلسه. القرنبيط بالسلسه هو عبارة عن قرنبيط طحين ميكس صوص سبايسي اوكي
رمان، بصل اخضر، سمسم. وبينقلوا يعني شو مثل تامبورا؟ يعني الارنبيط تبعنا بس عاملينه بطريقه الستريت كيتشن يلي بتنعمل باكثر من منطقه لبنانيه. اوكي يعني اخذت الاكل اللبناني التراديشنال هو 2.0 اوكي. لكن مكوناتنا لليوم هن ارنبيط، طحين، السيكريت سبيشال سبايسي صوص، شويه خضار بيناتهم السمسم كثير اساسي، ومنبلش. اول شيء بنقطع القرنبيط بيكون مبصل ونضيف طبعا من مكسو مع الميكس فلاور. حين عادي ميكس فلاور كمان يعني ما راح كثر الاسئله، خلينا نتركهم. نحط بالطريقه هاي، يلا بس وقت عم منيو انسبايرد من السريس تبع بيروت. هلا بتشوفها اذا بتتذكر هيدي موجوده ببيروت صوره من هيك. في عنا ميزة بارده ميزة سخنه مع الميكس تبع السريس من اكثر منطقه. بالساندويتشز تبعنا كمان عنا ميكس من اكثر من منطقه. كمان عنا التراديشن الليبانيز هلا بتشوفه باكثر من وحده. كمان عنا المناقيش سكشن تبع الكعكه العصرانيه، الشاورما وكل هول. هلا بتشوفهم. انا اي وود ريكومند كل المنيو، كل شيء طيب. هلا بتدوق الحمص تبعنا يلي عن جد كثير طيب مع كل الميكس تبعه. بتدوق التشيكن ليفر يلي كثير مقصوده عنه ومعروفه والعالم بتحبه يلي هي الكريسبي لامينا. كم طن حمص تعملوا من هذا؟ نحن نص طن حمص كل يوم عن جد. كل يوم كل يوم. خلينا نحكي قديش مهم هذا الشيء، قديش انتم عم بتفرجوا الحمص اللبناني الحقيقي التقليدي بالامارات. هيك نحن امن ب انه اي حدا برا لبنان يلي هو بده يطلع ويفتح مطعم لبناني، مش مهم بس يعمل مطعم لبناني كرمال يقدر يبيع وينجح، واكيد بده ينجح ويكبر شركته ويعمل حمص، بس قدام مهم تستعمل الانجريدينتس المضبوطه. يعني الطحينه اللبنانيه كثير اساسيه بالمطعم اللبناني. من هيك نحن بنعتبر حالنا عن جد سفره للحمص، اما سفره للبنان. من هيك بنركز على الحمص، بنركز على كل شيء بيور لبناني. على طول نشتغل كل شيء في لبنان بيور لبناني. يعني هودي سخوننا اللي بنستعملهم نحن اللي كان بالمزيت وهيك بيور لبنانيه، فخار وصنع بلبنان بالجبل بعلي. كنا على طول نشتري بضاعه تبعنا ان كان من تركيا ان كان من الصين ان كان هون من الامارات. بس بعد ما صارت الازمه قلنا اتليست نقدر نعمل كونتريبيوشن، حبينا كل مطعم جديد نفتحه نجيب كل بضاعته من لبنان. كثير نحن بنشتغل هلا انه نجيب بضاعتنا كلها لبنانيه. هيك نفوت ونخفف حكي ونبلش بالحمص. هذا الحمص بنشطه بالصحن، بنشطه بالطريقه هاي. قديش حلو الحمص يكون بصحن غميق وملفوف لف، انتبهتوا قد ايه مثل المغاره من جوا، وبعدين فيكم تحطوا له او زيت او صنوبر او لحمه او اني انجريدينت. سوبر كريمي، منه قاسي، لمعته على القد. هات لي مدايته قديش كبيرة. أول شغلة حامض، بوم، فيري كريمي، طحينة على القد. أكيد 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 توما فيه، أكيد مينيموم. بتستلزوا فيهم مثل ما بتستلزوا باللبنة، بتستلزوا فيهم مثل أني ديب أني كريم. طلعوا قديش كبيرة يعني، طلعوا. في ناس بتقول اف حمص طلع كثير بدل الخبزة. هلا شو عنا انواع؟ عنا حمص بالحبق، صلصة حمص، حمص مخلوط مع محمرة، محمرة بيتروت حمص، وهي لا هذه لا. انا عايش بالامارات وبدي اكل احساس اللحمة نية اللبنانية المضبوطة، فيني؟ اكيد. كوبي بيست؟ كأني طلعت على الضيعة؟ بيور لبنانية، عن جد كأنك طلع بالضيعة. ونحن مش بس انا اللي عم خبرك، اسأل كل حدا لبناني بتلاقى فيه بالامارات وين بتلاقي اطيب لحمة نية. Looks super fresh. Super photo friendly. لكن هون عنا حمص بالمحمرة. كتير حلوين وسوبر بشهوة. هيدا هو عم نحكي عن شمندر. بالظبط. وحمص، وطلعوا كيف بصير كريمي مثل كانه مايونيز، مثل اللبنه تقريبا. تقريبا.
وبعدين بنزينها بلون البيتروت السميك. لازم ناخذ لقمه كبيره هيك تتعبي الراس لنشوف شو الوضع. عم تتخيلوا مثلا عندكم خمس اصناف حمص كلهم مع بعضهم كلهم سوا على الطاوله فيري كريمي فيري فول اوف فليفرز مش معقول هذا مش معقول هذا مثلا انا عم بدوق ايدي وراي ضحك على وجهه فليفر كانوت فيك يعني الاكسبريشنز تبعي كانوت بي فيك قد ما قد ما قد ما طيب مش مسموع قد طيب والخبز على جنب اكيد بس ما بده خلص هنرجع على اللحمه اللي هي ارفليه لكن مكونات هاي المكونات تبعها برغل حار حار بصل يلا هلا ببلش باللحمه واللحمه هي زيت اللحمه تبع التابلة ايه غدا فيري فريش ذا ليبانيز اكسبيرينس ذا ريل ديل الاجواء اللبنانيه مثل ما بتعيشوها بتضيع فيري نايس لكن عندنا حمص واحد بعد ما دقناه حبق مش معقول صافوت ديسيرفيس 10 على 10 فول فليج فليفر حامض على القد طحينه على القد ما عم نحكي كيلو 2 كيلو عم نحكي نص طن بنهار سو ايماجن اون ذا كوانتيتيز قديش عم يضل طيب برافو فايش حلو تابلو رح اخذ له صوره غير شكل انستغرام تابلو تابلو نرجع نفوت شو على القرنبيط حتى نشوف الجريل شو عم بيصير عليه دليفري اكيد بنعمل من مردف بنعمل من منطقه البرشا بنعمل منطقه جميرا ايلاند بنعمل كمان من داون تاون بنعمل كمان هلا قريبا عم نفتح محل بعد شهر بكرم بيروت كيتشن كمان بالماريا ايلاند بالجاليريا بابو ظبي بعرف سنه كثير صعبه البانديميك كثير قويه هلكت كثير المطاعم بس اي دو بليف بهيدي الاوقات لازم الشركات تبقى تستثمر وتخلي هالموظفين اللي عندها تقدر تعطيهم عن جد مور جوب مور رولز تقدر نعمل من هيك اخذنا قرار نفتح هلا بابو ظبي وهيدا المحل فتحناه يعني صار له سنه قبل البانديميك دغري فتحناه خلينا سو هيدا هو كرم بيروت كيتشن دليفري كثير الشاورما طبعاً هلا بنسوقها بنشوفها الاكل مثل ما انت عم بتشوف بنحاول قد ما فينا نضلنا عم نعطي الريل ليبانيز فليفرز وهالاوثنتيسيتي الموجوده بلبنان نقدر نستخدمها بالامارات فرجينيها بس شو عملنا نحن مثل ما قلناكم قبل شوي اخذنا كولي فلاور ليني حطيته بالحر وهلا صار وقت تزين كابريزا حلوه طلع شو موجود وبتفوت على الفرن بتنطبخ او لا. بس تنشوى وتحط بالحر عم بحط دبس الرمان اكيد لبناني اللي عم نعمل معه تشيكن ليفر كريسبي تشيكن ليفر سيمز نايس هون عنا دبس الرمان بلش يتسخن يبلش يغلي ومنكب فوقه كريسبي تشيكن ليفر الله طلع شو عم شوف من فوق يعني عم نحكي السودة اللي احنا كلنا بنعرفها بس معمولة كريسبي يلا فرن ونبلش اكل هلو هلو واو صبناها ثانك يو شيف والفرن دائما اوبن كيتشن بفرج المحل كل واحد بيشوف من قشطه عم تخلص كالزون السجق بلبنان كنا سمعيني صاروخ في صاروخ في صاروخ عم بعمل صاروخ هلا قديش حلو كل وطعمي اي لاف ات كعكات هون عم بيتخمروا شوي شوي وردي يفوت على الفرن فرن التقليد القديم الحجر تحت the old traditional way the real Lebanese experience هلا من هيك تركني بقلب المطبخ انت تشوف كل السكشن مثل ما هي عن جد مثل ما نحن نعمل مثل ما نحن بنتصرف واو طلعوا الجوسينس
اوه ماي جود واو. اوعى تدقوا فيهم، بدهم صورة قبل. شفتك اوعى. المنظر ما بينشبع عنه منه عنكم. صح الي هاي اجان هاي. نحن وين؟ نحن بالمطعم يلي اول مطعم لبناني بيطلع برا لبنان كفرانشيز. نحن بالمطعم يلي استقبل كل شيء في رؤساء جمهوريات، كل شيء في مشاهير، كل شيء في فنانين. نحن المطعم يلي بيعمل عن جد اوتنتيك لبنانيز فود هيدا عبد الوهاب. هون بالذات عبد الوهاب ذا فيشرمان يلي فيك تاكل لبناني، تاكل ني، وفيك تاكل سمك بزيت الوقت. نفس لبناني، شيف لبناني، التيم كله لبناني، بيور لبنانيز. هلا ناخذها يلا يلا ليتس جو. إذا ما شفتوها بعد على انستغرام الصورة تبع الصبح يا حيي جبناهم هن تبع الصورة يعني. هلا بدنا ناكلهم حرام، مش رح نقدر نستعملهم، بس إنه ما فينا نحطهم بالمكتب. هول السمكتنا قايناهم على بكرة. هول المول اللي لونه أخضر شكله كتير مهضوم. الجاينت شريم نسيت اسمه. هامور هامور سيباس. اسمي محمد عنيسي من لبنان. بلشت مسيرتي المعنية بعبد الوهاب بال 2009، بال 2013 ببيروت بالأشرفية، بال 2013 جيت على دبي، بلشت بفرع مردف سيتي سنتر. أنا ممثل عبد الوهاب من بيروت عند دبي، وصار لي بدبي عوني شي 7-8 سنين، وقال لي صار لي سنتين تقريبا بسنتر كيتشن تبع الشركة. رح نبلش بداية من نعمل اللي هو صحن الفتوش. يلا أنا معك. لكن انتوا بتعرفوا اكيد اتفقنا انه يعني رح نقعد على الطاوله ورح ناكل اكيد، بس انا ما رح نعمل فيديو قاعدين على الطاوله عم ناكل. فخلينا نفوت على المطبخ وفرجيكم فريشنس اوف ذا انجريدينتس. خلينا نفرجيكم، خلي الشيف هلا لوحده يفرجيكم شو هن الغنات اللي بيستعملون، كيف رح يقدر ياخذ صحن لبناني لمحل ثاني، كيف رح يستعمل السمك. فتوش اللبناني هو عباره عن خس، خيار، زعتر، روكا، فجل، بندوره، نعنع، والبق. بالاضافه للخبز فيك تحط الخبز المالي او الخبز المحمص. انا معتبر الخبز المحمص اللي هو المشبع والمخلوط بالزيت الزيتون والسمار، بالاضافه للسمار. يعني بتعطوه تويست جديد لذيذ بدل ما يكون محمص على الحل. بدل ما يكون محمص زيت زيتون مظبوط وسمار بيعطيه اسيدتي. بعدين بترجع بترش سمار على السلطه. ايه بنرش سمار على السلطه، بالاضافه اللي عندنا لدبس الرمان كمان. عرفت حضرتك ما بتحب لا الثوم ولا البصل، احنا متابعينك نحن. واهلا وسهلا فيك، مرحبا فيك مره ثانيه. انه كمان هيك ما حبينا نحط بصل ولا شيء. عندنا اكيد السماق الشغله الاساسيه، السماق كمان بنحكي عنده وعلى الرجل لبنجه. زيت الزيتون هي الصوص بحط فيها زيت، بنحط فيها زيت، نحط فيها زيت، نحط فيها خل، نحط فيها عصر حامض، نحط فيها قلبك. نحافظ على الكونسيستنسي تبع البرودكت تبعنا. ثلاث ارباع الصوصات عنا بتتحضر بالسنتر كيتشن، بتنبعت لكل فروعاتنا بعبد الوهاب. الفتوش ما بنخلط بالايد، ما بنخلط فتوش، واكيد طريقه الخلط هي بس خلط، يعني مش انه فرق بس لحتى لي ممنوع تسمعه، ممنوع تسمعه بس لحتى لي احسن. غنجه غنجه كمان تضل الخضره فريش، وكمان تضلوا الصحن الفتوش يعني لحاله بيحكي عن ال طبعا. انتوا بنطنطهم بنطنط من تحت لفوق، من تحت لفوق، ممنوع يتمعوزوا. سلاد ام منه؟ واتس نكست؟ هلا بدنا نعمل فيش تارتار نحن وياك كمان. السمك طازه كل يوم، سمك طازه. خلينا نحكي عن السمك، كيف بتنقوا، اي انواع بتنقوا وليش بتنقيهم؟ عندنا موظف مخصص ينزل كل يوم على سوق السمك، ينزل الساعه 6 الصبحيات او 5 الصبح، بينزل على سوق السمك ليجيب السمك. تعرفنا عليه اليوم الصبح، اسمه خليل. خليل، خليل هو المسؤول عن السمك، كل يوم بينزل بيجيب السمك. ويمكن شفت البراد برا هذا كل يوم فريش عنا، من العمور، من السلطان ابراهيم، من الليدي فيش، من السيباس، من السبريم، من كل شيء. عندنا هون نحن للفيش طرطار نستخدم السمك ابو سن. السمك ابو سن كمان بيجي كل يوم فريش،
هلا نحن حضرناها لنفجس الحياة، بنضفها 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 بنشيل منها اللحم. بس سمك البيشي ما بفوت على الفريزر؟ لا ما بفوت على الفريزر، على البراد دغري بيطلع قدام الزبون مثل ما حضرتك شفت برا، حسب الزبون شو بيطلب. بس هذا للمطبخ نحن اليوم حضرناه. اضافي للكب عصير الحامض، زيت الزيتون، الصحن طبعا نحن جهزناه اللي هو عبارة عن الرقة بالأرض الصحن مع الخبز المقلي. بطاطا حرة، الحبة مثل الثانية، لو حنية صدقني انه يمكن اطيب كمان من لبنان. الكواليتي اللحمة اللي عم نجيبها للحمة النية top quality بكل المطاعم عنا. طلعوا قديش حلوة، presentation رائعة، لون خويت والطعم الاطيب. رح نبلش لك فيش تارتار مثل ما قلنا، سمك ابو سن فريش كل يوم بالسن الصبح، الكاب عصير الحامض، زيت الزيتون، بيض الصحن. نحن مثل ما قلنا كمان بنحط لها بصل ناعم، بس كمان انطون اليوم ما راح نحط. اهلا وسهلا فيك. وهذا رائع. شوف فيني اسالك سؤال هيك بيناتنا؟ اليوم انه واحد يشتغل بالاكل اللبناني ويضل زيت المطبخ 10 15 سنه، بتوقع اليوم على بكره بتضل الشغف زيته الحماس زيته؟ اكيد. كم ألف شخص طعميت بحياتك اذا فيك تقريبا تقريبا هيك تتخيل؟ هيك بالملايين؟ كثير يعني، صار يعني بالمصلحه من 2001. اشتغلت بلبنان واشتغلت بقطر واشتغلت بدبي وابو ظبي. تقريبا كم جرام عندنا هون؟ يعني تقريبا عندنا نحن شي 252 جرام سمك، يعني المواد كلها بشي 300 جرام تقريبا وشوي. فنية مطعم لبنان عم تركب شوي شوي، عم بيطلعوا ورا بعضهم، الحمص متبل، تبولة، فتوش والعدة كلها سوا، حتى في كبة نية ولحمة نية والعدة كلها سوا بدبي. رح ننقل عتنمة. كتير حلو. برجع بذكركم دايما دايما دايما، كل يوم كل يوم كل يوم تظهروا على مطعم، كل ما تظهروا على مطعم انتوا عم تاكلوا قولوا ميرسي شيف، وقفت قدام الهب، ميرسي شيف بتوقف على اجريك كل النهار، ميرسي لكل الشباب اللي عم توقف هون، الهب اللي حاسينه على دينينا والحراره برا بتعرفوا احنا وين، مش معقول الحراره والهب اللي بيطلع. فقبل ما ناكل ونبلش نقول بدنا ننتقد، لا خلينا نقول ميرسي لكل الاشخاص اللي عم تتعب تتعملكم لقمة طيبة بكل مطاعم العالم. هالعالم مخبية بالمطابخ لأنه they deserve the best، هن اللي لازم نقول لهم ميرسي على كل لقمة بكل طيبة. فبشكرك بهالمناسبة وبنشوف شو رح نعمل. نرجع نرحب فيك كمان، أهلا وسهلا فيك. وبالنهاية كل اللي حكيته قبل كرمال قصة السفن وقصة الحرارة وين، بس آخر شيء نحن بدنا نوصل لقمة طيبة للزبون ويطلع زبون من عندنا مبسوط. هلا رح نعمل سجق ومعانق سمك. هذا السجق السمك هو عبارة عن سمك فيليات، فيليات السمك مع مجموعة من البهارات. أول شيء بتقليهم بالزيت لحتى تشيل يستوي. أوكي. نرجع لنا على مقال جديد. أنا حتى لي هذا الطعم كليته تروح. مقانع وسجق سمك من بعد ما يستوى بنقله على الطنجرة اللي بعدها كرمال الصوص. هون من بعد ما قلينا السجق ومقانع السمك نبلش عملية المارينيت تبعهم. بنحط لنا هلا دبس الرمان. طلع شو عم يصير جوا، شيء كتير حلو عم تحضر. اوكي نحضر الطاولة، نحن نتعشى. بترجعوا بتشوفونا على انستغرام. شكرا، انبسطتوا بالبرمي بالمطبخ. جود مورنينج، اشتقت لكم ماكسيو ماكسيو، اشتقت لكم. مطعم جديد فتح ولا احلى من هيك. رح تشوفوا ديكور هلا بعد شوي،
كتير حلو كتير مرتب ألوانه كتير حلوين الطاولات الأزرق اللون الفيو ومش بس هيك عنده أكل كتير طيب غير الحمص اللي دايما بحكي عنه واحد من أهم الحمصات عن كرم مش بس هيك عندهم سمك غير شفت هتعرف على شيف عود هون جاي من لبنان نفس سنين شغل تعب رح نعمل الاكل اللبناني ورح نعمل اكل كان مش لبناني فيلا كل شيء علاقه بالسمك شيف عوض عوض من لبنان صرنا في 3 شهور بدبي هنفتح كرم البحر بدنا نحضر 3 طبخات عندنا الفيلا عندنا سمكه بالملح وعندنا بزري عم بختار علينا صوص المي جهزناها من امبارح مي الفيلا فيها الحواض مع البصل والجزر والكرات والكرافس والقشر القريدس وقشر السمك وطحناهم نص طحنه وعملنا المي جهزناهم بدنا نبلش نحضر وحده ورا وحده جهزت لك اياهم كلهم عندنا القريدس عندنا المسلز عندنا الكالامار عندنا اللابستر وعندنا الفيليه الهامور يلي قصيناه الكابسيكوم مقطع الكابسيكوم مع البصل البهارات مع الحار بهارات بايلا البازيلا والزبده بهارات بايلا خاصة هي بهارات كلها مكونات كل شيء بقايا بقلب الهدول جمعتها مع العقده الصفراء في عدد اشياء بتلفت النظر اول شيء ساعات بتقولوا بايلا بتقولوا هاي التامشه على قد مثل ما لازم الطنجره يلي مش بس تنطبخ على النار لازم ترجع تفوت على الفرن ليرجع يسقسق مظبوط يعني الرزات تنطبخ مظبوط وبالبايلا بيقولوا دائما اطيب اطيب شيء وين وهيدا الطرف محل ما الرزات بيدقوا بالحديده ومثل ما شايفين الرزات لازم يكونوا كتير رفيع لازم ينطبخوا مظبوط لازم يعملوا جوهر مظبوط مثل ما لازم كل المكونات السي فود الشغل كتير نظيف طلعوا عندنا المسلز عندنا الفيليه عنا هون اللوبسترز عنا الكالامار وشريمب طلع عبالي حد نط فيهم اكلهم نيين هلا بنطبق الرز بقلب الطنجره وبعد الطنجره بنقلن على المقليه بنطبق السمار البحث وحده وحده بنحط شويه زبده وزيت وبنطبق القريدس الكالامار يعني بنخلط بناخذ خواص السمار البحر بقلب المقليه طعمه القريدس والسمار والبحر كله بيضل بقلب المقليه بنرجع بنطبق الرز من الطنجره على المقليه وبنفوتها على الفرن يعني بدها تطبيق شي 20 وبدها خبز شي 20 دقيقه كم سنة صار لك بالمطعم اللبناني وبمطبخ السمك اللبناني؟ تعلمت بالشيسامي واو الشيسامي معروف باللبنان شو هو السمار البحر ودايما بترجع تحكي عن شيسامي بكل فخر وبكل عز طبعا. يعني ما بعتقد في حدا منكم ما بيعرف شيسامي القديم تعلمت كل شيء مش بس اللبناني يعني حتى الفيلا حتى كل شيء على البحر صح صح انت منين خيال البحر كل شيء بحر رز اخشاء اول شيء رز وبعدين عندنا كل هول كل المكونات بلش فيهم من اول الطريق من القريدس نرجع وحده وحده سي فود كله طبخه قبل او لا بس محضره لا بس ماشي. محضره ما في شيء طبخه كله محضر هون كله هون هلا يلي محضره بلعها هذا كله هون عن جد الريحه بالمطبخ جنون اول ما تحطوه نقطتين مي دغري بيقلب اصفر وبتعرفوا انه مظبوط بضلنا نوعتين كالامار كالامار البيبي الصغير والكالامار الكبير قطعنا روايح من هون جنون هلا اجى دور الرز الرز دايما بتغسله غسله مرتين ثلاثه وبرجع بصفيه بكون جاهز هلا لقلب الطنجره هلا خلصت اجت دورة البهارات كتير غنية لونها كتير حلو ريحتها بتاخد العقل طعمتها توب نوتش مثل ما شايفين ما بتفلفل الرز بس بضل عم تنخلط مظبوط كله بعشق بعضه فيها بهارات فيها سفرون هلا هلا سفرون شفتوا لونه شو حلو كيف بتعرف امتى بدك تنقلها من الطنجرة على الفرن يلا هلا خلص المقلية من المقلية على الفرن خلصنا هلا هي خلصت هلا بدنا نطبقها بالمقلية اوكي حط الزبدة مع زيت الزيتون هاي الطبقة فيها شوي زبدة بس شوي كمية ايه ما هن قد هول في هون ايه ايه كمية ايه مظبوط حط زيت زيتون شوي زيت زيتون
عنا الصوص هون بعد ما استعملناها عنا الزيت بلشوا طلعوا خلصت الدحنة منه قربوا شوفوا شهر شو سر هالمطبخ الكتير حلو ونظيف ومرتب؟ اهم شيء الترتيب، الزبون يلي اول زبون واخر زبون ياكل نفس الشيء. طلع قديش ابيض. طلع قد نظيف. كم مرة بتفوتوا على جريل وبتشوفوه هيك؟ بتكون السود وطلع نظافة. وحلو انه اوبن سبيس. سو الزبون بيشوف المطبخ كله سوا ما في عنا شيء نخبيه. هلا بنعمل لكم برمة بالريستو. نقلنا كفانا طبختنا. وين صرنا؟ صرنا بالهامور بنشفينه. هو لازم يكون هامور او يكون لحم لحوم. لا هو لازم يكون لقز قطيع الشيء، اللقز هو يلي ما بيزنه وبيطلع طعم. كل نهار جمعه وسبت فاتصلوا بكرم البحر، اذا بدكم تفوتوا على انستغرام مطعم عن جد فعلا كثير حلو واكلاته كثير كثير طيبين وشاف عم بيعمل شغل توب. اكلت عندك الحمصات مع 20 بولي شو مشان اعمل صحن بكل وقت. حمص معمين الشريمب اون توب، الحمصات مسقعين، الشريمب سخنين، او ماي جاد. سو هي زيتون رجعت زدت لهم مي بيرجعوا بيعطوا. نايس. اخر شيء هلا الفليف الملونين الكابسيكوم. شوية بهارات لفت الرمان بالآخر تقريبا قليل مقليتنا اللي أخذت شغل وأخذت الزبدة ولزق عليها أشياء شوي رح عبي الطعم مظبوط. هلا صار وقت نطبقها ونفوتها على الفرن. قديش بدها بالفرن تقريبا؟ شي 15 15 دقيقة، بهالوقت بنكون نحن عم نعمل سمكة بالملح. صح. طبقة ل 10 أشخاص إجمالا. هلا نسينا نحن أهم شغلة، شو هي أهم شغلة؟ أهم شغلة. ميت. طبقة اللي أخذت كل الليل، تقريبا كم ساعة أخذت شغل؟ يعني شي أربع ساعات. أربع ساعات شغل. بدك تدوق هيك؟ بتخيلها خلص على بعد شوي وعامله برمه هيك على الطرف محمصه مظبوط. حلو حلو كثير عم بتاملك ما عم بيلاقوا شيء ما بعرف اذا في شيء نقال يعني. عن جد هلا علينا نلفها بالالمنيوم وعلى الفرن بتغلي وبعدين الفرن. هلا بلشت تخلص تعبت مظبوط مظبوط، ننطرها تغلي شوي وبنغطيها وبنفوتها على الفرن. هلا بلبنان سمكة لقز رملي اسود بيشتغلوا، هون بالخليج كل شيء هامور. الامور هو بيزبط معه الملح، حط الملح الخشن. يعني انا بدي احدد بدي شدد بليز رجع ذكرنا انه كل الزبون اليوم عم يطلبها عم نصرف عليها لقد ملح، اخر شيء قد تعب وما فيش حدا بالوقت. لا كل شيء على الطلب هيدا. في ناس بتحط لها زلال البيض، انا ما بحط لها زلال البيض، بحط لها شوية مي. بس شوية مي. اكيد منظف السمكة ومجهز السمكة قبل الوقت. في ناس بتخاف من المي بيسود المي بيسود بقلب الفرن. هي اللي متمرن عليها ما في مشكله. اكيد بده يكون شاط مخصص للفرن. اوريجانو. هاي السمكه اهم شيء طبق تمها بطنها يعني مشان ما يفوت ملح بقلبها. اوكي مع رشه اوريجانو من فوق. شغله نظيفه وسريعه. طلعوا على قد الملح. بدها 45 دقيقة بالفرن على درجة حرارة 220. ما حط لها زلال البيض، ما حط لها لا شيء، مثل ما هي نظيفة خالصة مخلصة، بتنطبخ مظبوط بتضلها جوسي من جوا 100%. و
بوشه قدام الزبونات بنقصها بنكسرها ويلي هو صح. عظيم. لكن 15 دقيقة بنفوت على الفرن، 15 دقيقة للبايلا هيدا بتكفي. بعد عنا البزرة وحمص مع شريمب، مش فالل إذا مش أكل صح حمص مع شريمب أبدا. المطبخ قديش مريح حلو، قديش واسع، طلعوا الشباب مرتبين مهذبين ولا حدا فاتح تمه ولا سمعتوا ضجة. بيوتيفل، الزيتات نضاف ترانسبارنت منه مسود، حلو الشغل، حلو الشغل نضيف، حلو الشغل نضيف. طيب سمك بزرة يلا معك. سمك البزرة هيتا نشوف. سمك البزرة هو كيف تعملوه؟ بتنطفوه؟ شو هو؟ خبري شو عن سمك يعني البزرة. كتير كتير سهيل، هيدي نوعية البزرة بتجي صغيرة، نحن بلبنان بنسميها حيطيرة لبنان خاصة بطرابلس يعني. هون السرديني بيجي كبير يعني، فضلنا هاي البزرة بس كتير طيبة. بنعمل لها خلطة بالطحين مع البهارات مع الملح وبنقليها وبنرجع بنعمل لها خلطة واحدة واحدة. هلا شو هي الخلطة؟ طحينة، هيدا الصوص، موتار، طحينة، موتار، شطة حلبية مع شوية حامض، شوية حامض وشوية مي مع فقط. واو انتنس، تعقد، تقرص اللسان مثل ما لازم. طيبة طيبة كتير، حبيت تخيلها مع فرنش فرايز. اكيد الطحين بكون مجهزينه مع الملح والبهارات والبابريكا وكل شيء. بتتركهم مع شوية طحين يعني ما بدها؟ اكيد هلا برجع بنقلهم اخر شيء. الطحين شو بتحط له؟ مع الطحين ملح بهار ابيض بابريكا وبهارات السمك. اوكي لكن جاهزين للقلي. حلو كتير، لكن بتحط شوي زيادة بس برجع بتشيله. برجع بتشيله 100% طبعا. شو حلو، زيت نظيف اكيد. واو لكن الصوص ما رح نستعملها، رح نستعملها بعدين ازيدي صح. لكن هلا احنا طالما نطين بايلا شو رح نعمل؟ يلا بدنا نسكبها البزرة ونحط عليها الصوص، ننطر سمكة بالملح. مثل ما هن الطحين عظيمين، قرشتهم كتير حلوة. سوبر تندر من جوا، مش معظمين. شفنا شوف البايلا ليش بالدوات كيف باقي نخلص؟ بعد بدك تشيل الميات؟ لا بدي اخلص الميات. اوكي بتعرفوا داينامايت شريم هول مع الطريقه اللبنانيه على طريقه كرم البحر، فيني اياكم بحطهم على التوب 10 ثينكس تو ايت بامارات يعني. لدرجه طيبين انه ادكتيف. عم بستعمل معلقه لانه الصوص طريبه، انه اتس نوت انف بس ديبينج. هالقد طيب الصوص. اوكي شو رح نعمل هلا؟ فسرنا. الأريدس جهزتهم، هنقلل الأريدس مع شوية بهارات زيت اللطوار، معلقة زبدة وزيت زيتون. يلا شف ليش الشفية بيخلطوا الزبدة والزيت؟ عشان الزبدة ما تحترق على النار، الزبدة فيها حليب. طيب نحن وناطرين ناكل بعض من هول. عن جد يا محمد مش مجامل، مع اطيب اريد. الشريمب ترايا 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 بشكل مش معقول. قرشة الصنوبرات جنون. الحمص سوبر كريمي، سوبر 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 كريمي، شيء من اروع ما يكون. ما بدي وقف هيك هيك هيك، مثل ما كنا باكل صحن كورن فليكس. انكريدبل انكريدبل.
طلع هي اطيب وحده هي هون الطرف صار يكون نشف مظبوط هون ريحة البحر والنزلة على البحر وريحة كل شيء يعني النهار مقضينه هيك بالبوت وعم تمشوا وعم تصيدوا روعة ريحة البحر كلها سوا الشريمب مظبوط بعدها شوي صغيرة فبشنات افرجيكم اياها مثل ما شايفين الميات هون لازم يروحوا بلش الرزي تشربهم شوي على الجنتة بعدها هلا ببلش بخلص شوي شوي كل شقفة بشقفتها بتخدوها بتكسروها قصة كبيرة شايف بقول لك ميرسي ميرسي كتير 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 ميرسي على هالثلاث اربع اشهر عملناهم الرائعين يا ريت فينا بقى معكم بعد فرجيكم سمكة بس بعد بدها 40 دقيقة هيدي البايلا من هلا ورايح كل ويك اند تعرف نحجزه صحن الحمص مع الشريم بليز ما تجوا لهون اذا مش عم تطلبوه الداينامايت بزري نيو انوفاتيف بليت ما في منه الا هون طلع اليوم لاول مرة عم تشوفوه وفيني اخبركم انه اكسبيرينس ولا اروع من هيك مش عم هنيك عن جديد بتعقد طيب اتس لانش تايم جود باي هلو هاي مرحبا وعطني بشي كتير سبيسيال هلا بنشوف هاي شيف كيفك شو محضر لي محضر لك فطاير بالفول بدل زماني فطاير بالفول محضر لك فطيرة فول مع بيض وجبنة فول مع لحمة ورز وكزبرة كتير طيبة أكيد ملفوفة بالعجين سمسم على وجهها تتقدم يعني مع لبن على فول أوزي ستايل مزبوط بلشت أول سوربريز هيتا نفتح هالسوربريز جيفت مع بعض مثل الأوزي عجينة مطبوخة مزبوط بالفرن وشو في بقلبها ترى رز وفول ولحم مفروم واو يا ريت فيها لفه ساندويش يا هيك نجرب هيك مع شوي من هيك حرام تنزاد على المنيو روعه رائعه 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 ايش حرام تنزاد على المنيو بكره بيجوا الناس بيقولوا ما طعمه يتونا فول توب اكسلنت طيب فينا انا فوت اخترع شيء طعم قديش اول شيف طلبت من المطبخ انه يعطوني شويه فول فتت اعمل منقوشه قال لي روح علي شوي منقوشه موجوده محضر فول محضر جبنه محضر بيض تيعمل لي منقوشه كالزوني على الطريقه التليانيه بمكونات لبنانيه فانا رح احطه على جنب واتفرج عليه مطبوخ روان شو هالخبرية شو هالخبرية الهمة عنا نوعين جبنة الفول المطبوخ المظبوط الجبنة اللي عم تماغط وين ما كان البيض اللي بعده جوسي وعم بيلمع مظبوط خبزة تحت محمصة مظبوط What an invention What a creation انه الفول فول بس بده شوية حب بده شوية غرام بده شوية spices بده شوية احساس بده بس هيك اوه هاي شو هيدي بوزة عفول جد عم تحكي؟ بوزة بوزة عفول؟ انت شو من بوزة عفول؟ هلا ايوه رح تدوق بوزة عفول في نكتة كنت تقول بدي بوزة عكوسة بس انا قبلنا بوزة عفول بوزة عكوسة؟ يعني I don't know what to expect
يلي شايفينه هون منه كريم كراميل، منه لوتوس. يلي شايفينه هون هو بوزع فول. اول شيء تكستشر وايز عظيم، ايه انه فول انه it's not unpleasant، انه بوزع فول. That's cool. حبيت الفكرة. روح جاوب بعد شوي فين يعني. واو. من منقوش الفول وهي. Impressed. عن جد. فات العشرة. والأرض كمان. من هون نخلص اكتشافات الفول الجديدة. وفينا قلكم ما بقدر وقف بلا ما اكل واحد من اطيب حمص بدبي. بدون منازع كل مرة بجرب حزة شي. الحموضة الطحينة. الكريمة نستبعه. It's impeccable. هو اللي هيك لا مشيت للطريق. كل مطعم عبد الوهاب نعمله بالإمارات، إن كان عبد الوهاب بالعادة أو عبد الوهاب ذا فيشرمان، عطول في صحن الفول موجود، وصحن الفول تراديشنال اللبناني. حتى سي فود ريستورنت، حتى منه ترويقة ريستورنت، دايما صحن الفول موجود. صحن الفول موجود. أنا بشوف صحنين هون، هون حبوا الشباب يعملوا لك تارتار فول. نحن كلبنانية بناكل الفولة حبة كاملة، بندمسها شوي، بنغنجها تغنيج شوي شوي، بنحط لها زيت زيتون هو الأساس، شوية حامض شوية كمود أند ذاتس إت. سو أب سكيل. أب سكيل بس كرمال أنطر. بس. Very good. مش عم بشبع بعد فول. صار في فول بدماتك.